يعني في البداية يا دكتور نحب نعرف من حضرتك معلومات أكتر عن هذه التقنية اللي حضرتك بتشتغل عليها دلوقتي. بص يا فندم، هو حضرتك دلوقتي الترند او الاتجاه في العالم كله هو التقليل او الاستغناء تماما عن الحيوانات التجارب في البحث العلمي. وفي الصدد ده انا بحب اشكر رئيس الجامعه استاذ دكتور ماجد نجم ونائب رئيس الجامعه دكتور منى فؤاد، لان كل الابحاث العلميه اللي بتتعمل في جامعه حلوان دلوقتي قبل ما يخش ماجستير او دكتوراه ويتسجل للطالب لازم بيكون في لجنه اخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب بتوافق على الاسكس او الاخلاقيات الموجوده في البحث. في حضرتك 4 قواعد محطوطه عشان تتعاملي مع حيوانات التجارب. معلش حتى اقولهم بالانجلش، هم بيسموها الفور ارز: ريبليسمنت، ريدكشن، ريفاينمنت، اند ريهابيليتيشن. يعني ان انا استبدل حيوانات التجارب بالكامل او حتى لو هستخدمهم اقلل العدد، ولما حتى استخدمهم بعدد قليل بحافظ على الويلفير او الحياه الكريمه للحيوان التجارب لغايه نهايه التجربه، لان ده مش بس بيأثر على الحيوان واحنا بنعامل الحيوان برفق، لا بيأثر على نتائج التجربه المعمليه او الاكلينيكيه اللي انا بعملها. فلقوا ان احسن حاجه حاجتين عشان احافظ على اخلاقيات التعامل مع الحيوان، وحتى لو استخدمت الحيوان حضرتك هتلاقي ان النتائج لو انا استخدمت الفار مثلا فيسيولوجيا وجينيا في فرق كبير بيني وبين الفار، وحتى لو طلعت النتائج مش هتكون منعكسه تماما على الخلايا الانسانيه او على البني ادم. فعملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها اورجان اون شيب تكنولوجي، او او سي تكنولوجي. الاو او سي تكنولوجي دي بدات في جامعه هارفارد في 2010. انا بس هوري بس المشاهد عشان يحاول يكون معايا. حضرتك لو شايفه كده، بص حضرتك شايفه كده؟ شايفين يا فندم. حضرتك بالظبط شايفاه. حضرتك بتزرعي الخلايا في الجزء اللي هو البامبي ده، وفي نفس الوقت بيكون في مايكرو فلويدك، بيكون في شعيرات بجري فيها حاجه تشبه الدم بحيث اعمل خليه او اتنين عشان يمثل العضو ده. العضو ده ممكن يكون عضو الرئه، ممكن يكون الكدني او الكليه، ممكن يكون خلايا قلبيه، ممكن يكون اي عضو في الجسم.